الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني، والبداية دوما بأهم العناوين. إن هذا التكريم هو بحق تكريم لوطننا العزيز ولكم جميعا أبناء شعبي الأوفياء، وهو محل فخرنا واعتزازنا. رسائل شكر واعتزاز وتقدير في خطاب الأمير. يا ريت التوسع في توزير النواب، لأن الأصل الدستوري هو أن يكون الوزراء من بين أعضاء المجلس. غمز نيابي للتوزير من داخل البيت البرلماني. ما يقارب 50 طالب من كل قائمة قاعد ترشح، عندنا إجمالي الآن 5 قوائم، ما يقارب 250 مرشح. قطار الانتخابات الجامعية على سكة التأهب. الأسد يواصل القصف والحشد لداعش مستمر. وفي النشرة أطرف عملية قبض على لص. كلمة سامية توجت التكريم التاريخي الأممي لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي قال إن المساعدات الإنسانية لم تكن مشروطة أو مرتبطة بهدف سوى ابتغاء مرضات المولى عز وجل ولغايات سامية ونبيلة، موضحا أن الكويت دأبت عبر تاريخها إلى المسارعة في تقديم شتى أنواع المساعدات والإعانات والإسهام في حشد الجهود الدولية لمساعدة الشعوب المنكوبة لتخفيف معاناتها وآلامها. كذلك ثمن الأمير في كلمته التكريم والتقدير الأممي، معتبرا إياه مدعاة فخر لكل مواطن كويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أراكم وأتحدث إليكم إخوة وأبناء أعزاء، ونحن نعيش مناسبة سعيدة وحدث غير مسبوق في سجل وطننا العزيز الحافل دائما بالإنجازات المشرفة، وكذلك في سجل الأمم المتحدة بمناسبة تسميتها لدولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا، وإطلاقها لقب قائد للعمل الإنساني علينا، وذلك تقديرا واعترافا بالدور الإنساني النبيل الذي يقوم به وطننا العزيز شعبا وحكومة. إنما حظينا به من تكريم خاص من أعلى هيئة دولية تمثل دول العالم، يعبر بجلاء عما تكنه هذه المنظمة والمجتمع الدولي لدولة الكويت وشعبها الكريم، من تقدير خاص لدورها المشرف والفعال في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية وتفاعلها مع كافة المبادرات الإنسانية وجهود الإغاثة للتخفيف من معاناة المنكوبين جزاء الكوارث والصراعات والحروب في مختلف بقاع المعمورة. وأن هذا التكريم هو بحق تكريم لوطننا العزيز ولكم جميعا أبناء شعبي الأوفياء، وهو محل فخرنا واعتزازنا. إن أعمال الخير والبر والإحسان فضائل سامية قرست في نفوس أهل الكويت منذ القدم،
ونمت واتسعت وامتدت وسار على نهجها الآباء والأجداد، فكانوا سباقين دائما لإغاثة كل منكوب ومساعدة كل محتاج، وتجد أياديهم وعطائهم المعهود ممتد عند كل كارثة أو نائبة، فسطروا بذلك صفحات مضيئة في مجالات الخير والإحسان. إخواني وأبنائي، لقد دأبت دولة الكويت عبر تاريخها إلى المسارعة في تقديم شتى أنواع المساعدات والإعانات والإسهام في حشد الجهود الدولية لمساعدة الشعوب المنكوبة لتخفيف معاناتها وآلامها، ولم تكن مساعداتها الإنسانية مشروطة أو مرتبطة بهدف سوى ابتقاء مرضات المولى عز وجل ولقايات سامية ونبيلة، عملا بقول الله تعالى: إنما نطعمهم لوجه الله. فحازت على إعجاب وتقدير العالم، ولكم إخواني وأبناء شعب العزيز أن تفخروا وتعتزوا بهذا التكريم المستحق وبهذه المكانة الرفيعة التي احتلها وطننا الغالي على المستوى الدولي والتي عززت من مكانه. إخواني وأبنائي، كما أنتهز هذه المناسبة السعيدة لأتقدم بخالص التهنئة للمواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة على هذا التكريم الدولي المتميز الذي حظى به وطننا العزيز باعتباره مركزا إنسانيا عالميا، كما أعرب عن خالص شكري لأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح حفظه الله، وإلى معالي الأخ رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وإلى سمو الأخ الشيخ سالم العلي الصباح حفظه الله رئيس الحرس الوطني، وإلى إخوان الشيوخ، وإلى سمو الأخ الشيخ ناصر محمد أحمد الصباح، وإلى سمو الأخ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وإلى إخواني الوزراء، وإلى كافة إخواني وأبناء المواطنين الكرام على ما أعربوا عنه من خالص التهاني والتبريكات وصادق الدعاء وطيب المشاعر بمناسبة إطلاق منظمة الأمم المتحدة علينا لقب قائد العمل الإنساني. كما أعرب عن عظيم شكري وامتناني لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والدول الصديقة ولرؤساء المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة على ما عبروا عنه من طيب المشاعر وخالص التهاني لنا وبمشاركتنا الابتهاج بهذه المناسبة. كما أوجه شكري الخاص وبالغ تقديري لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مبادرته الكريمة وغير المسبوقة بإقامة احتفالية التكريم وتقديمه لنا شهادة تقدير نيابة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي كان لها أطيب الأثر في نفوسنا. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لكافة وزارات الدولة ومؤسساتها وإلى جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني وإلى مختلف وسائل الإعلام الرسمية والخاصة المحلية والعربية
والدولية على مشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة وما أظهروه من مشاعر وصور البهجة والسرور. نسأل المولى تعالى أن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يوفق الجميع لخدمته ورفع رايته في مختلف المحافل الدولية، لتظل رايته دائما خفاقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الشأن النيابي، وفي تصريح للرأي طالب النائب عبد الحميد دشتي رئيس مجلس الوزراء بالتوجه لتوزير العدد الأكبر من النواب تماشيا ومواد الدستور. وقال دشتي إن تشكيل الحكومة يعتمد بالأساس على توزير النواب، مرحبا بما يشاع عن توجه حكومي لتوزير 5 نواب. نتمنى على سمو رئيس الحكومة كما عودنا، عسى الله يحفظه ويعينه ويحمل بحمله بسرعة، يغير لنا بعض الوزارات بعض الحقائب تغيير جزئي طفيف، وياريت التوسع في توزير النواب، لأن الأصل الدستوري هو أن يكون الوزراء من بين أعضاء المجلس، من بين أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم استثناء. أنا أعتقد اللي مطروح تقريبا يعني بحدود توزير 5 من النواب أمر مستحق وجميل ورائع، ويجسد التعاون ويقضي على كثير من بؤر يعني اللي نعتقد أنها قد تكون سببا لأي أزمات لا قدر الله. بعد انقضاء 9 أيام وهي المدة المسموح بها لتسجيل مرشحي القوائم الطلابية 5 لخوض انتخابات الجامعة على مقاعد الهيئة الإدارية ومقاعد وفد المؤتمر، يتأهب المرشحون لخوض المنافسة يوم الأحد المقبل. التفاصيل ضمن تقرير أعده مراسلنا خالد الفارس. أهازيج تقليدية طلابية يطلقها طلبة جامعة الكويت لمرشحي القوائم الطلابية أثناء عملية تسجيلهم لخوض انتخابات الجامعة على مقاعد الهيئة الإدارية ومقاعد وفد المؤتمر، من شأنها تقوية عزيمتهم وتشجيعهم على المضي إلى تحقيق الهدف الطلابي المرجو. السنة هذه نخوض انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر، ما يقارب 50 طالب من كل قائمة قاعد ترشح، فعندنا إجمالي الآن 5 قوائم، ما يقارب 250 مرشح تنافسون على مقاعد الهيئة الإدارية وتنافسون على مقاعد المؤتمر العام اللي يمثلون جميع أفرع الاتحادات الداخلية سواء في الكويت وفي خارج الكويت الدول الأخرى. من خلال الانتخابات هذه نعطي الفرصة حق الطلبة الموجودين في جامعة الكويت أن يختارون الشخص هذا بحيث أن يحقق لهم أهدافهم وطموحاتهم وغاياتهم، ويسلم الخطة اللي يبونها سواء من بعض المطالبات الطلابية والأكاديمية، بعض الطروحات مشانها ترفع عملية التعليم في جامعة الكويت. طلبة وطالبات الجامعة يختارون ممثليهم من القوائم الطلابية على أساس المبادئ والأهداف التي تتبناها كل قائمة طلابية وتسعى إلى تحقيقها. قائمة الوسط الديمقراطي قائمة ديمقراطية وطنية تسعى لتعزيز مكتسبات الدستورية وتعزيز روح المواطنة لدى الطالب. هي قائمة كل مسلم محب لشرع الله، هي قائمة كل وطني يسعى لمصلحة بلاده، هي قائمة كل طالب ينشد جامعة أفضل. أهداف القائمة بالبداية والله الحمد القائمة تسيطر على مقاعد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت منذ عام 1979 إلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى بالبداية، وثاني شيء بفضل طلبة وطالبات جامعة الكويت اللي أولونا الثقة، وإن شاء الله نكون قد الأمانة ونعدهم بالمزيد من التحركات، مزيد من الإنجازات، مزيد من العمل المخلص بإذن الله. سفينة انتخابات الاتحاد العام لطلبة جامعة الكويت تنتظر موعد إبحارها يوم الأحد المقبل، معلنة بدء عرس طلبة الجامعة الديمقراطي باختيار ممثليهم. بعد الانتهاء من عملية تسجيل المرشحين من مختلف القوائم الطلابية لخوض انتخابات الجامعة، يترقب المرشحون موعد الانتخابات يوم الأحد القادم لخوضها. من جامعة الكويت، خالد الفارس، الراي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن توثيق مقتل 42 شخصا في مدينة دوما بريف دمشق جراء غارات جوية شنها طيران النظام الحربي على مناطق في المدينة، مناشدا المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه المجازر بحق المدنيين السوريين. وذكر المرصد أن عدد قتل الغارات الجوية على دوما ارتفع إلى 42، منهم 7 أطفال وسيدتان و25 رجلا و8 جثث مجهولة
دولة الهوية حتى الآن من عدد الذين تمكن من توثيق مقتلهم، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب إصابة العشرات بجراح خطرة. كذلك واصل النظام السوري قصف العديد من المدن والقرى في بعض المحافظات السورية. وليس ببعيد عن الشأن السوري، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ستبدأ بنشر قسم من طائراتها العسكرية في أربيل تمهيدا لشن ضربات جوية على مواقع لتنظيم الدولة. وقال المتحدث باسم الوزارة الأميرال جون كيربي إن البنتاغون يريد تقديم دعم جوي أكثر هجومية إلى قوات الأمن العراقية، يأتي ذلك فيما تعهدت 11 دولة بمواجهة الإرهاب والخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الذي سيطر على أجزاء واسعة في العراق وسوريا. كذلك أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن عدد مقاتلي داعش في سوريا والعراق يتراوح بين 20,000 و31,000 مقاتل. فريق المساعدات التابع لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وصل إلى مدينة غزة في زيارة إنسانية تستغرق عدة أيام، يقدم خلالها مساعدات عاجلة للأسر المنكوبة في قطاع غزة. وسيقدم الفريق الذي يقوده رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر الكويتي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خالد الزيد مساعدات غذائية وإنسانية عاجلة لآلاف من الأسر الفلسطينية المنكوبة في هذه المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية التي تعرضت لها. ما أن يطرق النوم أبواب الجسد حتى يستسلم له العقل وتسترخي معه الأعصاب، لكن وصل الأمر بأحد اللصوص إلى أن يأخذ قيلولة في شقة اقتحمها بغرض سرقتها، الأمر الذي يبعث على الدهشة والاستغراب. وفعلا هذا ما حصل مع ديون دافيس الذي غلبه النوم بعد يوم حافل بالسرقة، لتأتي عاملة التنظيف وتجده مستلقيا على فراش الضحية وبجواره المجوهرات والأموال المسروقة. وعليه أبلغت الشرطة التي جاءت على الفور والتقطت صورة لديفيس أثناء نومه كإثبات على الجريمة، وذلك قبل أن يقوم رجال الشرطة بإيقاظه وإلقاء القبض عليه. الأسبوع المالي تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. تداولات سوق الكويت للأوراق المالية مرت بمحطات عدة خلال جلسات الأسبوع المنصرم، حيث سيطرت عليها حالة من التباين علاوة على غياب بعض صناع السوق المؤثرين. وذكر محللون ماليون أن جلسات الأسبوع شهدت أيضا موجات جني الأرباح على العديد من الأسهم التي تضخمت سعريا سيما الشعبية منها، كما أوضحوا أن السوق شهد أخبارا إيجابية طوال الأسبوع على العديد من الشركات المدرجة، إلا أنه في الجلسة الختامية سجل ارتفاعا متواضعا في تداولات خجولة منذ بداية الجلسة حتى الإغلاق. مصر وقعت مع البنك الدولي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة بلغت قيمتها 67 مليون يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة، والذي تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ويشرف على تنفيذه. ويهدف المشروع وفق البيان إلى مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة، والذي يقوم على تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر. هيمنة كويتية على السباحة الخليجية، تفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية.
تسيد سباح الكويت ميداليات اليوم الأول لبطولة الألعاب المائية 24 والتي يستضيفها الاتحاد الكويتي للسباحة حتى 14 من الشهر الجاري في مجمع أحواض السباحة بالنادي العربي. وجاءت صدارة سباحي الكويت لفئة العمومي بالبطولة برصيد 15 ميدالية، منها 7 ذهبيات ومثلها فضيات، إضافة إلى ميدالية برونزية واحدة. وتلتها الإمارات ب5 ميداليات، منها 4 ذهبيات وبرونزية واحدة. ومن المتوقع أن تشهد البطولة خلال الأيام المتبقية تنافسا كبيرا بين السباحين لانتزاع الميداليات في مختلف فئات البطولة، وهي العمومي والناشئين والأشبال والبراعم، والتي تقام منافساتها على فترتين صباحية ومسائية. عبر رماة المنتخب الكويتي عن فرحتهم بتحقيق المركز الثاني ورفع علم الكويت في بطولة العالم التي اختتمت في غرناطة الإسبانية. وقال الرامي الأولمبي فهد الدحاني أن هذه الميدالية هي أقل ما يمكن أن نقدمه لدولتنا الكويت وإلى أمير البلاد في هذه الآونة التي تشهد احتفالات الكويت بمناسبة منحه لقب قائد العمل الإنساني. وأضاف الدحاني أن رماة المنتخب كانوا على أعتاب الحصول على الميدالية الذهبية التي نالها المنتخب الإيطالي بفارق طبق واحد فقط. وقال إن العام المقبل سيكون زاخرا في البطولات العالمية التي تمنح فيها بطاقات التأهل للأولمبيات المقبلة. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب راي تيوب. إلى اللقاء.